on the phone. السلام عليكم. يعطيكم العافيه جميعا، حياكم الله، مرحبا فيكم بكم بيبان بطوله. متى ما بغيتوا تكون من غير دعوه من غير شيء، بدون الاكاديميه هذه العربيه المكبده بالفروسيه، ترحب فيكم وفي ضيوفنا الموجودين معنا اليوم. راح يكون معنا اليوم دكتور احمد، ان شاء الله دكتور احمد نبيه، راح يكلمنا عن الحمراء في الليمنايتس، وهذه راح تكون اخر دوره في الموسم هذا. مشينا على دورات كثيره، لفينا على التغذيه، لفينا على التغليم، على الاسنان، المغص، امور كثيره غير الانشطه الخارجيه اللي كنا نشتغل عليها، العمليه المختصه بالركوب وامور ثانيه متعلقه في السير والفروسيه. فما راح ناخذ بعد زياده من وقتكم. دكتور احمد حياك الله. السلام عليكم. أولا كل سنة وأنتم طيبين، بنبدا شهر رمضان، وأولا نحب يعني نشكر الحضور ونشكر الناس اللي متابعينا على اللايف، وإحنا غلطانين إن قلنا في لايف. الشيء الثاني حابين نشكر يعني الكابتن محمد أبو أحمد على استضافته في المكان الجميل بتاعنا دوت، وإن شاء الله بإذن الله يكون إن شاء الله محاضرات قادمة أفضل. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن المغص، والنهارده ان شاء الله هنتكلم برضو على يعتبر شيء من اخطر حاجات اللي موجوده في الخيول، اللي احنا بنسميها الحمرة في الخيول. بسم الله. طبعا الحمرة في الخيول او اللي احنا بنقول عليها اللامينايتس، احنا نحاول نقول ان احنا عندنا اللي موجودين كلهم يعني هنقول المصطلحات الطبيه والمصطلحات العاديه، بحيث ان احنا ايه اللي موجودين حضور في اطباء واللي بيتابعونا على لايف مربين واطباء. طيب الحمره او اللامينايتس في ثلاث اسماء، لامينايتس او الحمر او بنسميها حمى الحافر. حمى الحافر دوت احنا بنعتبرها مرض ولا عرض؟ يعني هو بنقول عليه ده مرض او عرض، يعني ديزيز ولا سيمتومز؟ لا احنا ما بنعتبرهاش مرض، لان مرض ده معناه ان بيحصل اصابه بمثلا ببكتيريا او فيروس او في شيء وبتبان عليه شويه اعراض. اما لا، الحمى مختلفه خالص اختلاف كبير. ده عباره عن مجموعه اعراض لما بتتجمع بتعمل لنا الشكل اللي احنا بنقول عليه هو ده شكل الحمى، زي ما قلنا الكلام ده قبل كده في المغص. طيب الاعراض اللي موجوده عندنا دي بتبقى عباره عن مجموعه اعراض. مجموعه الاعراض دي بتعمل لنا الم في الحواف بتاعه الحصان او في الاطراف بتاعته، فبتؤدي ان يصبح ان الحصان اللي موجود عندنا دوت او العرض اللي موجود عندنا ده يصبح احنا بنعتبره العدو اللدود الاول بعد المغص في الخيول. فاحنا عندنا من اخطر حاجتين موجودين عندنا في الخيول المغص والحمى اللي هو الكوليك واللامينايتس. طيب احنا قبل ما نبدا، اهم حاجه اول سؤال بنساله مثلا ايه الاسباب اللي بتحصل علشان تؤدي لظهور المشكله اللي عندنا دي؟ الاسباب دي اول حاجه التغذيه، المعده زي ما قلنا ايه قبل كده ابيت الداء. طيب ايه تاني؟ شرب الميه،
القله بتاعت شرب الميه بتعمل لنا حاجه اسمها ايه؟ الجفاف او الديهايدريشن في الخيول. طيب سبب من اسباب التدريب او الاكسرسايز اليومي عندنا، عدم الانتظام بتاع التدريب اليومي بيسبب لنا مشكله من مشاكل الحمى. ازاي؟ يعني الحصان متعود ان هو كل يوم بيروح تدريب بشكل معين، جينا في يوم ورحنا ضعفنا عليه الشغل اكتر. يعني مثلا على سبيل المثال واحد كان عنده حصان، الحصان دوت هو بيركبه اسم بيسميه رايدنج او بيسميه اللي هو الايه الخياله. الخياله اللي هو بيركبها دي بيطلع مثلا تقريبا كل يوم يعني 3 كيلو 4 كيلو، جه في يوم وقال هطلع بيه 30 كيلو. بتحصل كتير جدا طلع بيه 30 كيلو الحصان رجع ما بيمشيش. حصلت مشاكل عنده في العضلات، ارتفع حاجه اسمها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده قلب معاه مشاكل مغص وبعد كده قلبت معاه بمشكله الحمى. يبقى ده عدم تنظيم في التدريب بتاعه. يبقى لذلك من اكتر حاجه بنخاف منها الجماعه بتوع مين؟ بتوع الانديورنس او بتوع الماراثون. لانه بيبقى ليه تدريب مكثف وفترات طويله جدا، ولو ما انتظمش في التدريب بتحصل له مشكله كبيره جدا. الحاجه الثانيه خيول مثلا الريس او الفلات ريس اللي هي خيول السباق. حصان عنده واحد عنده حصان بتاع ريس، هو بيعوده على تدريب معين، جه في يوم وقال لك لا انا هقلب من ريس هقلبه انديورنس، يعرف ان هو تحصل عنده مشكله. يبقى ده مشكله من المشاكل الرئيسيه اللي بتحصل في مين؟ في مرض الحمى. الحاجه الثانيه التحديه. احنا ليه بنقول المحدد دوت يعتبر عين وايد الدكتور؟ لانه هو الحاجه الوحيده اللي بتحافظ على الحصان رجلنا الايه؟ الرجلين بتاعتنا، زي ما بنقول احنا ايه؟ يعني حصان بدون حوافر، او بنقول ايه؟ نو هوف نو هورس، يعني مفيش حوافر مفيش حصان. لان الحصان هيجري ازاي؟ لو ما عندوش حافر. لو لا قدر الله مثلا في كسر جانبي من الحافر، خلاص الحصان كده فقد اهميته، والحصان يعني بيفضل كده ممكن يقعد موسم كامل. طيب في بعض الامراض قلنا زي المغص، زي بعض التهابات الارحام، الحاجات دي بتسبب. طيب احنا لو رتبنا الحاجات دي كلها، طبعا المغص احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وقلنا ان هو بيؤدي للحمى. طيب لو رتبنا الحاجات دي كلها هنقول التغذيه، الجفاف، التدريب، في بعض الامراض، والتحديه، والمغص. لذلك انت لما تكون عندك في المزرعه بتاعتك في دكتور بيشرف لك عليها او في دكتور بيتابع معاك وعندك محدي وعندك سايس كويس متابع، خلاص انت اضمن ان انت ما عندكش اي مشكله. فدي هي عباره عن كلها عوامل. لذلك احنا مثلا لما جينا فكرنا ان احنا نعمل في بيت الانماء مشروع جديد بتاعنا رويال اكواين سنتر، اهم حاجه اتكلمنا عليها واهم حاجه اهتمينا بيها ايه؟ ان احنا نجيب يبقى تيم كويس، نهتمينا ان يكون عندنا محدي كويس، اهتمينا يكون عندنا ادويه كويسه، اهتمينا يكون عندنا علف كويس. طيب احنا عندنا بالنسبه للتغذيه احنا قلنا اي تغيير مفاجئ في التغذيه زي ما احنا قلنا المعده بايت ده يسبب عندنا المشكله. الجفاف اللي هو بسبب قله شرب الميه. طيب التدريب زي ما قلنا ان احنا في تدريب غير منتظم يحصل عندنا مشكله الحمى. في بعض الامراض قلنا زي مرض ايه؟ ارتفاع في درجه الحراره، في عندنا ضياريه او اسهال او التهاب الارحام. الحاجات دي كلها بتسبب للشكل الكبير اللي احنا بنقول عليه الحمى والمغص والتحديه. طيب في برضو ايه؟ يقول لك ايه الاعراض اللي بتبان عليه؟ طب قبل ما اعرف الاعراض عاوز اشوف شكل الحافر من جوه شكله عامل ازاي. ده منظر الحافر، دي رجل الحصان وده منظر الحافر من بره. طيب لو حبينا نشيل الجدار الخارجي اللي هو بيسميه هوف وول بتاعه يظهر بالمنظر ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شلنا الاجزاء الحمراء الصغيره دي، حاجات كده يعني دقيقه جدا، عامله بالظبط زي منظر الكتاب كده. لو نشوف هنا منظر الكتاب شكله عامل ازاي؟ هنا بص للكتاب من بعيد كده نحس ان هو كتله واحده. كذلك جدار الحافر من بره بيبقى قوي جدا. بس لو فتحنا الكتاب اللي احنا فتحنا جدار الحافر يبدا يبان كل واحده عباره عن ايه؟ ورقه صغيره اللي احنا بنسميها اللامينين. الورق ده لما بيتجمع كله جنب بعضيه وبيتربط برباط قوي شويه خلاص يبقى ده عامل زي ايه؟ ان هو حاجه قويه جدا. طيب الحمى عشان نبسطها
مجرد ان يحصل التهاب تفك الايه الورق ما بين بعضه اللي احنا بنسميها ايه اللامينين. هنرجع برضو للمثال دوت، بس لما شلنا الجدار الحافر بان عندنا بالمنظر اللي احنا شفناه دوت اللي هو ايه الشكل دوت. طيب لو شلنا الشكل اللي من بره دوت هنبدا نخش على ايه، على العظم الداخلي. العظم الداخلي دوت دي اخطر عظمه موجوده عندنا اللي احنا بنسميها البي 3 او بنسميها ايه الصباع الحافر او بنسميها العظمه الاخيره في الحصان في الحافر. طيب لو شلنا العظم دوت بيبان لنا بالنموذج اللي احنا شايفينه دول الثلاث عظمات اللي فوق بعض دي اللي احنا بنقول عليها بي 1 بي 2 بي 3 هي العظمه الاولى الثانيه الثالثه، وهنا الخطوره دي كلها في العظمه الثالثه دي. طيب في مقوله بتقول ان الحصان بيبقى عنده خمس قلوب، هو بيعتبر يقول هي مقوله خاطئه ولكن هي جت من ايه، ان الحصان عنده شبكه اوعيه دمويه كبيره جدا بالمنظر اللي احنا شايفينه كده في الجدار الحافر. طبعا الماكيت ده بيتعمل ازاي في الابحاث، بتتحيل الماده دي بتحلل العظم فبيطلع لنا المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده الحق دي شبكه الاوعيه الدمويه الكبيره اللي موجوده. فتخيل انت عندك الحافر بتاع الحصان اربع حوافر فيهم الشكل اللي منظر ده، فالناس بتعتبر ان هم اربع حوافر اربع قلوب بجانب القلب بتاع الحصان، فبيقولوا ان هم خمس حروف خمس قلوب، لكن هو طبعا مقوله خاطئه. ولكن الصحيح بتاعها ان الحصان عنده قلب واحد ودي شبكه اوعيه ضخمه جدا. فلذلك لما بيحصل اي التهاب في الحافر بتبان عندنا ايه الشبكه ديت بيحصل فيها التهاب شديد جدا فبتؤدي الى احمرار من داخل، فبيسميها ايه جت المقوله الايه الحمى في الخيوط. طيب احنا عندنا في الشكل الحافر دوت، وده شكل العظمه الثالثه لما بيحصل فيها الالتهاب بتاع الحمى وبتبدا تلف بالمنظر دوت. طيب احنا الاعراض اللي بتبان عندنا لما بتكون حصان، طبعا في خيول بتبقى غاليه جدا وبتيجي من بره، مجرد ان الجو اتغير عليها او حصل الاسباب اللي احنا قلنا عليها دي بيبدا يبان شكل الايه؟ شكل الاعراض اللي موجوده في اللامينايتس او الحمره. بنلاقي منظر الحصان بيبقى في البدايه منظره عامل كده. الحصان مش قادر يقف على الايدين اللي قدام. طبعا مش قادر يقف ليه؟ لان احنا قلنا في التهاب شديد جدا قدام في الحوافر، فالحصان بيرمي الوزن بتاعه كله فين؟ على الباك او بيرمي على الهايند لامبس اللي هي الارجل الخلفيه. فلما بيرمي خلاص هو بيعوض الوزن عنده اللي قدام بيرميه ورا. طيب الحصان بيبقى بالمنظر دوت بتبدا تتقدم الحاله، الحصان بيعمل مش قادر يقف فساعات بينام. لما بينام بتبدا الحصان يبان عليه الايه؟ التقرحات اللي موجوده دي كلها. بتوصل الحاله لما تتقدم شويه ويبدا الحصان ينام. الحصان بعد ما بينام كل ده الحصان ما دخلش تحت العلاج او بيتعالج بطريقه خاطئه شويه. لما بيحصل التهاب شديد الحصان ما بيقدرش يقف على رجليه. ما بيقدرش يقف على الايد القدامانيه، فبيحصل عنده الحصان التهاب في المنطقه دي والاوتار نفسها بتبقى ضعيفه. فالحصان ما بيقدرش يعوض الوزن فبيفضل الحصان واقف وبيحصل مشكله عندنا احنا بنسميها الناكلينج، او الحصان بيحصل ايه؟ التواء في المقدمه بتاعه الجوينت ساعتها. طيب لما بتتقدم الحاله شويه بيبدا الصباع بتاع الحافر اللي هو التالي بيبدا يطلع من الحافر نفسه من صحن الحافر نفسه نتيجه الالتهاب الشديد وان العظمه بدات تلف، فبتخرم الحافر من جوه من تحت وتبدا تطلع فبيبان بالشكل ده. في بعض الحالات بيبدا الحصان ان الحافر بيبدا يتكسر من كل ده في كسر في الجنب يعني. تمام؟ طيب ده او بيجي في منطقه ضعيفه من المناطق اللي هي في منطقه الكورني اللي من فوق او بيسميه التاج بتاع الحافر، ونتيجه الالتهاب مش قادر يطلع في ضغط داخل الحافر. احنا قلنا في التهاب في الضغط اللي داخل الحافر هيروح فين؟ مش قادر. يا اما بيطلع من تحت او بيطلع من فوق من جنب الكورني. فمجرد ان هو طلع من الجزئيه دي شايف بيقدر كده بيبدا يحصل انفصال في الحافر. بتوصل لمرحله ان الحافر كله اتخلع خلاص. وبيبدا ان العظمه نفسها موجوده يعني نقدر نقول ايه كده في الارض يعني. فدي بتبقى تعتبر من المراحل الاخيره في
في الحمرة. طيب نوصل للمرحلة دي عايز مدة قد ايه؟ في بعض الحالات ممكن في خلال شهر يحصل بالمنظر ده، وفي بعض الحالات ممكن تاخد سنة لحد ما تحصل كده، لأن في بعض الناس بتقعد تتدخل بالعلاجات وتركب حلوة وتقعد تعمل يحصل القصة دي. فتخيل انت حضرتك سنة كاملة ممكن الحصان يوصل للمرحلة دي، هو الحصان خلاص يعني فقد الأهمية بتاعته، وحصان كان غالي جدا وفي خيول بتبقى أسعارها مبقى خيالية، وبيوصل يحصل فيه المشكلة دي. ففي بعض الحالات بتبقى متقدمة سريعة جدا، توصل خلال شهر يحصل كده. الحالة اللي حضرتك شايفها ديت اللي كانت آخر حالة ديت دي تقريبا خدت حوالي في 3 شهور بعد ما اتعالجت وبقت كويسة، حصل تدخل خاطئ من المحدي وصلها للمرحلة ديت، والحالة دي كانت غالية جدا. طيب احنا ايه الدور بتاع صاحب الحصان او الدور بتاع السايس؟ ما هو الا دور اسعافات اوليه؟ ده احنا اللي دايما بننبه عليه ان هو مش دور علاجي، العلاج للدكتور. الاسعافات الاوليه ما هي الا تدخل على اساس ان هو يحط بس الحاجات اللي هي البسيطه بتدخلات بسيطه بحيث ان هو يلحق الحاله. الحصان عندي تعبان، انا شايف عليه اعراض حمر بالمنظر ده، انا كدور ان موجود الاسطبل كسايس او صاحب حصان او مربي، ان انا اول حاجه التغذيه بتاعته ان انا بوقف كل الاعلاف عنده، اي علف اوقف، ما ياكلش غير ايه؟ اعشاب. الحاجه الثانيه التلج، احنا قلنا التغذيه بتاعته هياكل اللي احنا بنسميه الرودس او الالفا الفا او التيموسيهي، دي كلها عباره عن اعشاب بتبقى فيها نسبه البوتاسيوم عالي، فبتحافظ على العضلات بتاعت الحصان ان هو يفضل واقف، وفي نفس الوقت بتحافظ على الامعاء بتاعته ان هي تفضل شغاله، والحصان بياكل ما دخلش في ايه؟ في جفاف او ديهايدريشن، فبقي على حياته عن طريق الرودس. طيب الحاجات الباقيه التغذيه الباقيه دي ليه ما باكلهاش؟ لان بتبقى فيها نسبه بروتين مرتفع، بتبقى فيها نسبه حديد، بتبقى فيها نسبة زيوت، بتبقى فيها نسب تانية بتبقى مضرة بالحمر، بتعمل زي التهاب وبتأخر بتأخر العلاج بتاع الحالة. فلذلك أنا بس مجرد إن أنا بأكله رودس أو بأكله الألفا ألفا أو تيموسي هي اللي إحنا بنقول عليها هي أو الأعشاب. طيب التلج، طريقة التلج إزاي؟ طريقة التلج بتبقى بالطريقة زي كده، عبارة عن باج وإن أنا بلبسه بالحصان بيقف عليه. دي الحلول دي البسيطة، مجرد ان انا اكتشف ان انا عندي حمرة او حصان بيعاني من الاعراض ديت، مجرد التدخلات البسيطة بتاعتي بالطريقة ديت خلاص الحصان ممكن في خلال يومين ثلاثة بيتعالج ويتشافى ومبقاش فيه اي مشكلة خالص. وفي بعض الحالات لما بيعملوا كده بيجي السايس يتدخل التدخل البسيط دوت، وصاحب الحالة ممكن ما يشوفش الحصان، وبعد ايه شهور يفتكر ان اصلا الحصان كان فيه حمرة وراحت خلاص نتيجة تدخل إسعافات أولية صحيحة. في حاجة ثانية بعد ما بنبدأ نتدخل في العلاج بتاع الحمرة اللي هي الحلوة بتاعة الحصان. طبعاً دي من أخطر الأشياء اللي موجودة عندنا في مجال الخيول. إن الناس أول حاجة بعد ما بيلاقي الحصان بقى كويس بيبدأ يحط الحلوة بتاعته، يجيب محدي يقول له ركب لي حلوة. أشهر حاجات موجودة في الخيول يقول لك ركب حلوة مقلوبة. طبعا الحلوه المقلوبه ديت دي نوع من انواع العلاجات في الخيول اللي احنا بنسميها ريفرس شو، اللي بتبقى حلوه بدل ما تتركب لقدام بتتركب بالعكس. طبعا دي بتقلب حياه الحصان 180 درجه، بتخلي بدل ما انت الحاله بقت كويسه بتخلي الحاله بتسوق بطريقه سريعه جدا. فلذلك دي ممنوع حد يعمل الحلوه دي غير تحت اشراف دكتور، لانه الدكتور المختص في علاج الخيول ما بيقدرش يركب الحلوة غير بناء على الأشعة، والحصان عشان فيلم أشعة ممكن بتفقد حياة حصان في لحظات، إن أنت بتركب له الحلوة الزاوية طلعت غلط، العظمة بتبدأ تلف، في خلال أيام بتلاقي إن جدار الحافة من فوق الكورنت اللي إحنا قلنا تاج الحافة بيبدأ يطلع منه دم أو صديد، وبيبدأ يحصل الانفصال والعظمة بتخرج من تحت، وخلاص الحصان بيبدا يتسوق الحاله بتاعته. كل ده بسبب ايه؟ حته حلوه تمنها لا يتجاوز الواحد 5 مرات.
بس هي مشكلتها ان هي تركبت فين؟ اتركبت خطا. لذلك احنا قلنا المثال بتاعنا بتاع الكتاب دوت، قلنا الكتاب دوت هو عباره عن جدار الحافي. حصل التهاب بتبدا الايه؟ مجرد ما بيحصل التهاب كل ورقه من دي اللي احنا بنسميها اللامينين بتبدا تنفصل. الانفصال ده انت كانك ايه؟ انت بتعد لحظات في الحافي. يعني هنتخيل مع بعضنا كده، الكتاب دوت هو بالظبط العدد بتاعت اللامينين يبقى حوالي 600، وكل واحده بتركب فيها 100 ثانيه، يعني هو حاجه اسمها برايمري وسكندري. فتخيل انت لما بيحصل التهاب كل واحده بتفقد من الفصال، بيحصل التهاب انت بتعد كده ايه؟ عدد بيروح. طيب انت كل اللي انت بتعمله بتعمل ايه؟ بتعمل ستوب، بس اوقف الالتهاب بطريقه سليمه وتبدا العظمه اللي تركب لها حلو علشان يبدا انت تحافظ على اللامينيه او جدار الحافه انه يرجع لوضعه الطبيعي. لما انت بتركب حلو خطا ايه اللي بيحصل؟ انت برضه ايه؟ بتسرع بقى الايه؟ لحد ما انت بتلاقي ايه؟ الكتاب كله دوت اللي احنا قلنا عليه او حصل الانفصال اللي احنا بنقول عليه السلافنج بتاع الكوف. مجرد ان هو حصل كده طبعا السلافنج في الكوف، لا لو انت عاوز بقى نبدا في علاجات بياخد اوقات كبيره جدا بتتجاوز سنه وسنتين في العلاج. مجرد ان انت بس ضيعت، مجرد ان انت ضيعت لحظات في ان انت تجيب حلوه وتركبها بطريقه سليمه. طيب احنا عشان نتكلم على الحلوه ديت لو قلنا ايه الحلوه المناسبه؟ احنا اتكلمنا على حلوه واحده مشهوره عند بعض المربين اسمها الحلوه المقلوبه، بتتركب مجرد ان هي بتتركب بتعمل لنا مشكله. طيب لو جينا نشوف مثلا ايه اشكال الحلوه اللي موجوده عندنا، ده نوع من انواع الحلاوه اللي موجوده. الحلاوه اللي موجوده عندنا ده حاجه اسمها هارت بار شو. طيب نشوف انواع الحلاوه. كل نوع من انواع الحلاوه احنا اخترنا حلوه واحده بس من الحلاوه الكتيره اللي عندنا في هارت بار شو وبتدينا المنظر ده كله. كل واحده ليها ديجري معينه ولها شكل معين بناء على الاشعه. ده بيدل على ايه؟ اهميه ان انت لما تبدا تعالج حاله اهميه جهاز الاشعه. بدون جهاز اشعه انت بتعالج الحاله بلايند وانت مش شايف حاجه. فانت ممكن انت تضر الحاله بدون ما انت تعرف ان الحاله دي مفترض الزاويه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. فلذلك دي اهميه جهاز الاشعه، ان انت بتبني على اساسه درجه التفاف العظمه وتبدا تحط الحلوه المناسبه. ده كل دول نوع من انواع واحد بس اسمه هارت بار شو، وكل واحده لها ديجري معين عند منطقه الجيب. ده انواع ثانيه من الحلاوي. شوف الكميه قد ايه الكتيره عندنا. كل واحده لها اختيار مناسب. فاحنا المفترض عشان بناء على جهاز الاشعه او بناء على الاكس راي الفيلم والديجري اللي موجوده عندنا بنختار على اساسها وبنبدا نركب الحلوه كنوع من انواع العلاج. طيب ده نوع من انواع حاجه اسمها الروكر شو، نوع تاني. بص دي الحاله دي متاخره جدا وتركب لها الحلوه برضه بناء على الاشعه وظهرت عندنا بالمنظر دوت، بس الرجل بدات ترتاح لان الحصان واقف عندنا ونشوف منظر الحلوه. هنا في سبيس وهنا في سبيس والشكل بتاعها بيبقى عامل كده علشان يقدر الحصان. في نوع ده اسمه الروكر شو، في نوع تاني اسمه موديفايد روكر شو، ان الحصان يبدا يقف وهو عنده اللامينايتس يبدا يرتاح شويه، ينزل على الهيل وينزل على التو ويبدا يشوف الزاويه اللي هي بتريحه يقف عليها. طيب احنا عندنا في لما الدكتور بيبدا يعالج بتقابله تحديات مشكله كبيره جدا. اول حاجه صاحب الحاله نفسه، هل صاحب الحاله هيجي يقف وانت بتعالج الحاله؟ هل هيكمل علاج الحاله ولا مش هيكمل علاج الحاله؟ الحاجه الثانيه في بعض المربيين بيبقى نتيجه عدم الوعي بخطوره الحمره بيجي يفضل يقول لك خلاص انا عاوز الحاله، فاكر ان الحاله هتخف في خلال 15 يوم او شهر. ما اعرفش ان الحالات دي بتطول في العلاج نتيجه الخطا في الاول خالص، نتيجه التدخل الخاطئ. فبيجي في بعض اصحاب الخيل بتبقى ده حد قدامنا، في بعض اصحاب الخيول بيريحونا جدا يقول لك لا كمل علاج الحاله وانا مش عاوز اشوفها.
فده بيريحك جدا، لان طبعا شكل الحصان قدامك لما يكون سعره غالي جدا وتلاقيه بينام في الارض ويقوم يقف ويتخبط وعنده جروح، تشوف المنظر ده هو بيقول لك لا خلاص انا حاسس بفقد الامل بسرعه. لذلك من اكتر ناس ريحونا شويه في العلاج الناس اللي بيقول لك لا انا ما بشوفش الحصان، انا بصرف عليه بس مش عاوز اشوفه. الحاجه الثانيه خطوره الحاله، انت هل الحاله بتجيلك في البدايه ولا بتجيلك متاخره؟ حالات الحمرة من الحالات اللي هي الصعبة جدا، ونقدر نعتبرها احنا بنسويها بمرضى الكبد في ايه؟ في البني ادمين. لان في بياخد وقت طويل ومالوش سقف والحالة بتتغير بسرعة ومحتاجة ناس عندها مهارات عالية علشان تقدر تتدخل في الحالة. الحاجة الثالثة مدة العلاج. مدة العلاج من التحديات، هل احنا بنبدأ العلاج متأخر ولا بنبدأه بدري؟ الحاجة الثانية انت المده اللي انت بتاخدها في العلاج دي بتساوي بالظبط تكلفه، التكلفه اللي هو بيسويها ديت الحصان بيدفعها المربي. فطبعا بيجي في وقت يقول لك لا انا مش قادر اصرف عليه. في ناس ثانيه لا تبقى على حسب اهميه الحصان بالنسبه له، لا يقول لك انا بعالج الحصان وممكن ما فيش مشكله عندي. فكل الحاجات دي لازم نحطها في بالنا على اساس ان احنا نقول والله لا احنا بنبدا مع الحاله، حالتك دي بناء على الاكس راي فيها التفاف فيها سينكينج، بنقول والله الحاله بتاعتك ممكن تاخد شهر شهرين ثلاثه. فلازم يبقى فاهم من البدايه. الخطوره ان لما بيتدخل بعض المربين يقول لك لا انا الحاله بتاعتي عاوزها تخف في شهر او شهرين، ودي بتحصل، ودي يعني وللاسف بعض الطيور بتفقد حياتها بسبب تدخل خاطئ من المربي صاحب الحصان. طب في حالات يا دكتور بعد اذنك في حالات بتوصل لمرحله هوبلس يعني بتقول له مويل طبعا كتير. الحالات دي بتوصل للهوبلس، انا اقول حالات مثال، انا حطيت المثال ده. الحاله دي كانت بالمنظر ده، كانت واقف على رجليها وانتهت بالمنظر ده. الحاله دي كانت من الحالات اللي كنت بعالجها والحاله اتعالجت وبقت زي كويس جدا. بعد شهر ونص الحاله خلاص يعني تطلع الارينا وبتجري وزي الفل جميله جدا. بعد كده جه تدخل من خاطئ من المربي بعد شهر ونص بيكلمني يقول يا دكتور الحاله بقت سيئه. طب الحاله السيئه ايه؟ قال لي الحاله باظت. طب ايه اللي حصل؟ لقيته هو عمل ايه؟ راح ركب الحلوه اللي احنا بنقول عليها ريفرس شو. بعد ما ركب الحلوه لقى ان الحاله سقت معاه، راح عدل الحلوه. بعد ما عدل الحلوه حس ان الحاله ايه بدات تبوظ منه، قلت له ما تركبش حلوه مش ده وقتها، راح عدل الحلوه. بعد كده راح رجع ركبها تاني. كل ده عمل ايه؟ هو بيعالج الحالة وهو مش شايف هو بيعمل ايه. الحالة كانت بدأت معاه الأول بالمنظر دوت. حصل ايه؟ بداية الإصلاح. وبعد كده الحالة بدأت يحصل انفصال. وبعد كده الحالة بدأت بالمنظر دوت. طبعا احنا جينا في المرحلة دي وتدخلنا بعدها بس بعد فترة كبيرة جدا. وبدأنا نحاول نعمل لها حاجة معينة كده على أساس إن احنا الأول فاز وبدأت فعلا تقوم معانا. بس رجع بقى ايه؟ خوفه على الخيول، راح جاب لها علف من الاعلاف اللي هي ايه؟ فيها نسبه الحديد، لانه شايف ان الخيل بتضعف قدامه بسنها بيقل. فقال لك لا انا هجيب لها علف مستورد، فبدا ايه؟ رفقا بالحاله يديها علف تاني. فبدا ايه؟ بدا إيه؟ خلى الحاله حصل فيها انتكاس تاني. لان هو للاسف الحاله المفترض احنا لما بنيجي نعالج الحاله بنديها علاف او بنديها رودس فقط على اساس ان هي تخس. لما بتبدا تخس الجسم بتاعها بتخس شويه بتضعف، بيبقى شكلها هو بالنسبه يعني فرصه كانت كبيره وبدا الحجم بتاعها يقل. طب لما بيقل الحجم بتاعها دوت هو بيزعل، فبيقول لك لا انا هزودها العلف شويه. لا احنا مع الصحيح احنا بنمشيها على رودس لحد ما نفترض ان الحاله بتفضل تبقى كويسه وتقف على رجليها ونحس ان تحاليل الدم بتاعتها تبقى كويسه، بنبدا نديها علف. العلف بتاعها لا يتجاوز عن 10% بروتين زي العلف اللي احنا عاملينه اللي هو اللي اسمه ايفر داي اللي عاملاه بيت الانماء. العلف دوت احنا عاملينه ليه؟ بيبدا ياكل فيه بعض الخيول المحموره، بتاكل منه ما بيأثرش عليها. ليه؟ لان اولا ما فيهوش حديد، الحديد بتاعه نسبته ضعيفه جدا بس ما تأثرش حتى ما بيطلعش في تحاليل الدم. الحاجه الثانيه ان نسبه البروتين بتاعه 10% ما بتعديش اكتر من كده. الحاجه الثانيه ان نسبه الفايبر بتاعه 14% فايبر.
فال14% الفايبر دوت بيحافظ على الامعاء كويسه وبيحافظ على ان الحصان ما يعملوش اي مشاكل في تحاليل الدم ولا ان تكون البروتين بتاعه مرتفع فيبقى في السيف سايد. ولكن احنا بنستخدمه في الحالات المحموره لما يكون الحاله احنا تجاوزنا فيها المرحله الخطر بتاعتها وتحاليل الدم بتاعته كويسه والحصان قادر يمشي على رجليه بنديله بقى نقدر نغذيه لان في المرحله دي احنا محتاجين تغذيه للحافي. طب لو حاله سليمه ما تقولش من الاف دي؟ لا طبعا حالات سليمه دي احنا بنتكلم في الوادي عشان بس ميس اندرستاندنج يعني لو علف علاجي علف علاجي ولا علف يعني يقدر يمشي بيه. شوف كلمه علف علاجي يعني معناها ايه؟ معناها دلوقتي انت بتستخدمه بعض الحالات يعني مثلا ايه؟ حصان منغوص عنده كوليك بعد الحصان ما خف من الكوليك بنبدا بناخد معاه ايه؟ ان ياكل هاي اللي هو الاعشاب. بعد ما بياكل الهاي بنبدا نديله ايه؟ علاف زي كده لان نسبه الفايبر فيها عاليه او 10% بروتين فبتبقى سيف ساير عاليه. ده في نسبه 14% ولا الحاجات اللي هي العاليه. طيب في حالات مثلا المحموره اللامينايتس بنعمل ايه؟ بنديله مثلا الاعلاف اللي زي كده لما بيكون تجاوز المرحله دي. طيب في الحالات النورمال لا عادي لانه علف يعتبر احنا بنعتبره بيزك ممكن تضيف عليه اي حاجه ثانيه. ولسه كمان ان هو ما بيتحطش ميه لان دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لاصحاب الخيول ان مثلا لما بتحط الاكل اللي جوه ميه ما بنعرفش نقول مثلا حطه زود عن ساعه ونص او ساعتين هيحصل تخمر في الاكل او مثلا اقل من كده فالحصان هياكله وممكن يعمل له مشاكل كوليك. فلا احنا مثلا البيلتس اللي احنا عاملينها او الحبات دي الميزه بتاعتها ان هي ما بتتحطش ايه في ميه فبياكلها عادي. هل الخضره لها انديكيشن معين في تحليل الدم؟ طبعا. والاسعافات الاوليه اللي طبقت تكون ايه مثلا في ال طيب احنا نتكلم على الجزء الطبي نتكلم على الجزء الطبي ونحاول برضه نعمله ايه؟ يفول اب ده انا معانا الاندكيشن في الخضره في تمام. اول حاجه لما هنيجي نعمل تحليل دم للحصان في حمى لامينايتس خصوصا في الاكيوت لامينايتس او في الحالات اللي هي البدء في التهاب شديد اول حاجه هنلاقي عندنا ايه خلايا مناعه عاليه جدا الدم بيبقى عالي. استاذنا الدكتور طبعا شريف يعني هو طبعا هيخليه يتكلم على موضوع الايه التحاليل لان الدكتور بتاعته في الايه في التحاليل. طيب الحاجه الثانيه احنا عندنا حصان في كل خلايا الدم عند الخلايا المناعيه بتاعته مرتفعه. الحاجة الثانية هنلاقي عنده ايه أهم شيء؟ الحديد. الحديد لما بيرتفع بيبقى أوفر لود على حاجتين. على اللي بنقول عليه البريفرال بلاد فيزلز أو الخلايا الأوعية الدموية اللي هي في الأطراف وعلى الكبد. فبتلاقي التحليل بتاعه ليه حاجات تو إنديكيشنز إن في مشكلة عنده في الإيه؟ هتلاقي الليمفوسايت عالية. بالظبط. هتلاقي الليمفوسايت عالية. تمام. وممكن تلاقي عنده كمان اللي هي الإيه؟ الإنزيمات بتاعة الكبد. هتلاقي برضه فيها لخبطه شويه بس تبقى الحاجتين دول. انا عارف ان حاجه سبيسيفيك بالامر ان تبقى انديكيشن عامه ده في تحاليل الدم. السي بي سي انت عايز تعمل تحليل دم ايه اصلا للحصان لما يكون عنده لامينايتس؟ انت بتعمل له كده بتعمل له اشعه على اساس انت بتشوف لما بتبدا تعالج الفولو اب بتاعك ماشي سليم ولا لا. يعني مثلا انت عندك الحديد كان مرتفع عندك الوايت بيسيز كان مرتفع بتدي كورس من انتي انفلاماتوري بتدي كورس من انتي بيوتكس وبتبدا تنزل الحديد وبتبدا تظبطه في التغذيه. الكيرف بتاعك ماشي سليم بتعمل مثلا بعد شهر تحليل دم بتعمل اكس راي بعد شهر وده يفضل ان انت كل شهر تتابع الحاله كده. طيب انت شفت مستوى الحديد كان عندك عامل ازاي؟ نزل يبقى انت صح في تحسن والخلايا المناعيه نزلت يبقى انت ماشي في تحسن صحيح. لما ترتفع لا يبقى في شيء عندك خطا. خدت بالك؟ كذلك الاكس راي نفس الكلام كل شهر لما بتتعمل الاكس راي على الاثنين فور لام لان معظم الخيول لما بيحصلها لامينايتس بتيجي قدام الا بعض الخيول لما بتكون الحاله سيئه بتيجي في الاربعه. فلما بنيجي نعمل الاشعه لازم تتعمل على الاطراف اللي موجود فيها لامينايتس بيبقى حاجه اسمها لاترال فيو وممكن حاجه بنسميها الايه؟ الدورسو بالمر فيو. بناخد فيلمين الاشعه دول على ون لين وتبدا تشوف الانديكيشن عندك. طبعا احنا بنشوف زاويه الحافه لما بتيجي تتقاس على الاشعه بنقول الزاويه دي كام؟ تطلع كذا. طيب بعد شهر طلعت الزاوية مظبوطة اوكي يبقى احنا كده ماشيين ايه؟ سليم. اتفضل. حسب اللي هو السؤال الدكتور وليد لو بتكلمني دلوقتي الاجابة بتاعتك يا دكتور برضه يعني لما انت بتقول له هيبقى في زيادة في عدد كريات الدم البيضاء
ده دليل على ان في التهاب، بس مش دليل على ان التهاب في الحافه، يعني مش دليل على ان التهاب حمى، ده ممكن التهاب في اي مكان في الجسم. التهاب ايه؟ ما هي هو ما عنده عرق فهو متوقع يبقى فيه كرات وبتنبيه كده جنرال انتي بايوتيك، فالجنرال انتي بايوتيك هيبطي مع الحاجه هو هيبطي مع الحاجه. لان هو احنا لما بترتفع خلايا مناعه يعني معناها ان في التهاب شديد بقى في لان الخلايا المناعيه بتروح للمكان اللي فيه التهاب وبتهاجم على اساس ان هي كانها دي وسيله الدفاع بتاع الجسم، فده معناها ان ده مستوى الالتهاب اللي موجود عندنا قد كده نتيجه الخلايا المناعيه. اما ابدا اعالج بيقل الايه؟ بيقل المستوى بتاعي لحد ما انا بحس خلاص رجعت للنورمال بتاعي. هو في الخلايا البيضاء النوعيه هي دي بتشخص كبير ان بيحصل عكس بين النيتروفيل والليمفوسايت، الليمفوسايت تبقى عاليه والنيتروفيل تبقى واطي شويه، دي من 30 ل 50 ودي من 35 ل 40 فبيبقى في عكس في العكس. كويس. اتفضل. السؤال على موضوع التغذيه، علاقه التغذيه في الحمراء، يعني تغيير الاكل، كميات الاكل، بروده الماء، نتكلم عن نظافه الماء، مدى تاثيرها على موضوع الحمراء؟ يعني طيب هو ده السؤال ده حلو جدا، كويس النقطه يعني شكرا عليها. موضوع الميه، موضوع الميه حضرتك لفت نظرنا ان احنا بنحط الميه خصوصا لو احنا في مثلا في فتره الصيف، لو حطينا الميه عاديه طبعا اكيد الميه هتبقى حر فالحصان مش هيشرب، فالحصان هيتعرض للديهيدريشن او جفاف، وهو اصلا اوريدي الحصان في اللامينايتس بيبقى عنده جفاف، فلازم فعلا زي ما حضرتك قلت كده لازم نخلي بالنا من فترات الايه؟ الفترات زي كده. طيب في الشتاء بيبقى الحصان مثلا عندنا الجو برد فبيروح يحط له ميه زي ما هي بتبقى تلج، اكيد الحصان مش هيشرب ميه تلج، فلازم يحافظ على المستوى دوت ان تكون الميه المناسبه اللي موجوده قدامه زي ما اللي احنا بنشربها بالظبط، لان دي بتبقى فعلا الموضوع. الحاجه الثانيه حضرتك نبهت عليها، الحصان اثناء اللامينايتس عاوز يشرب ميه او عاوز ياكل، فاحنا بنعمل حاجه خطيره جدا في داخل الاستاب يعني ما بناخدش بالنا منها بعض السياس او بعض المربيين، اللي هو ايه؟ حصان تعبان ونايم في الارض عاوز يشرب ميه، يعني مش معقول ان انا احط له الميه فوق، لا لازم تحط له الميه تحت جنب الحصان يشرب منها، والحصان لما بيقدر يقف حط له ميه فوق، والحصان مثلا قدامه رودس او هي حط الرودس تحت في الارض جنبه وحطه له فوق جنبه في شبكه، لان في بعض الناس فعلا بيقول بتبقى الحصان مش قادر يقف هيجي هيوصل الاكل ازاي، فلازم يكون الميه تحت موجوده وتكون عنده ميه فوق، وتكون الاكل موجود تحت والاكل فوق، فلازم نخلي بالنا فعلا في النقطه دي في المانجمنت. يعني جزاك الله خيرا على النقطه اللافته اللي حضرتك قلت لنا عليها دي. هل يفضل في حالات الحمرة منع انواع خاصه من الاعلاف او منع كذا؟ تمام. على اساس برضه ان نتجنب ان الحاله تبقى ادفانسد اكتر او الحاله تبقى فيها كيوتنس اكتر. اي علف فيه نسبه بروتين اعلى من 10% لا يفضل نمنعه. الحاجه الثانيه احنا في بدايه لما خلاص اكتشفنا الحاله دي ما عندها لامينايتس او محموره ممنوع ياكل اي حاجه غير الرودس الى ان نشوف الحاله بدات تحت اشراف الدكتور ان الحاله اتحسنت والحاله بدات تبقى في استجابه منها وتحاليلها كويسه بنبدا نمشيه على علف، العلف دوت يكون مناسب للحصان على حسب رؤيه الدكتور، ما يكونش فيه حليب، البروتين بتاعه لا يتعدى ال 10%، ما يكونش فيه نسبه شوفان، الحاجات دي كلها بتبقى خطر على الحصان. طبعا احنا بنحافظ على الميه وبنحافظ على التلج، لكن هي الاعلاف اللي حضرتك بتقول عليها دي لازم ما تكونش تتعدى نسبه البروتين 10% بروتين. طب سؤال يا دكتور بعد اذنك، طب بالنسبه للحصان لو هو مش قادر يشرب ميه انت ممكن تدي له حاجه ان هو تكوين مثلا يشرب ميه عشان ما يجوش جاف اكتر ما هو عنده جفاف؟ الحصان اللي ما بيشربش ميه ده بيبقى الحصان ده تعبان. ازاي؟ يعني هنقول مثلا يعني هندي مثال، الحصان في البني ادم ممكن البني ادم يكون هو عنده قدره ان هو يشرب ميه بس تكون هو يعني مش عاوز يشرب اي حاجه ولا عاوز ياكل حاجه نتيجه ان هو عنده ايه؟ مريض. طيب الحصان لما يكون احنا عارفين بالتحاليل الدم اثبتنا ان هو عنده جفاف ديهيدريشن والحصان ما بيشربش ميه خلاص بعلق له محاليل ورديه، يبقى ده بناء على ايه؟ على تدخل الدكتور، يبقى ده اهميه الايه؟
اهميه الدكتور ان هو بيقرا تحليل الدم بيقول ان هو عنده ايه، الحصان عنده جفاف بنسبه كذا، يبقى احنا المفترض بنعلق له محاليل ورديه. طبعا المحاليل الورديه احنا بنحاول نعمل كوكتيل ما بينها، ما بنديش بس الصوديوم كلورايد، في صوديوم كلورايد 0.9 لو 9 من 10% ده كويس جدا، بس المشكله الخطيره بتاعته انه بيعمل حاجه انه بيخلي الحصان يعمل يورينيشن، فبيفقد نسبه عاليه من ايه؟ من البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيبقى مهم للايه؟ للعضلات، مهم للقلب. فالحصان لما بتكون شويه بتديله صوديوم كلورايد او محاليل اللي هي الورديه 9 من 10% والحصان بيفقد بوتاسيوم، فبيفقد الايه؟ بيفقد القوه او الباور اللي موجوده في العضلات اللي هي عن طريق ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل بيطلع البوتاسيوم. لذلك انت لما بتيجي تعمل الفلويد سيرابي لازم يبقى فيه كوكتيل، الكوكتيل ده ان انت بتدخل مع الصوديوم كلورايد اللي هو 9 من 10% او بنقول عليه 9% معاه اللي هو اللاكتيت رينجر، وبنديله سورس خارجي من البوتاسيوم. اوريدي هو بياخد سورس من البوتاسيوم اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في الرودس او اللي هي احنا الاعشاب، بيبقى فيه نسبه من البوتاسيوم. لكن هو محتاج نسبه حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ اللي هو السورس الخارجي من البوتاسيوم. لذلك الحصان لما بيبقى عنده حمره وبيبدا يقف على رجليه ويبدا ياخد خطوه اثنين ثلاثه جوه من البوكس بتاعه، احنا بنبقى مبسوطين. ليه؟ لان الحصان هيبدا ياكل وياخد سورس من البوتاسيوم والعضلات بتاعته تبدا تنشف. في نقطه ثانيه جاوبتك على السؤال؟ طيب في نقطه ثانيه خطيره، احنا بنسمي الحافر بتاع الحصان بنسميه جلاس هوف، يعني الحافر الزجاجي. ليه الحافر الزجاجي؟ احنا قلنا ده الحافر بتاع الحصان واحنا بنحافظ عليه ان هو يفضل واقف ايه؟ في مكانه، الارضيه بتاعته تبقى ناعمه، في انواع من انواع النشاره بتبقى مناسبه للحصان بتبقى ناعمه جدا عامله زي البودر، وفي منها انواع بتبقى مستورده اللي هي زي الداست فري، او بنجيب له الرمله الناعمه بحيث ان هو يقدر يقف عليها. طيب الحصان لما بيبدا يتحرك بره البوكس بتاعه، احنا بنسميه مثلا في المسافه بتاعته او اللي هو البوكس بتاعه حوالي 4 في 4 او اقل من كده شويه، فبنقول مثلا الحصان لما بيبدا يتحرك اللامينيه الصغيره اللي موجوده دي رفيعه جدا بتفقد القوه بتاعتها، بتبدا تنفصل لو الحصان اتحرك بره. لذلك بعض الناس بتقول لك ايه؟ انا شايف الحصان بتاعي فيه تعب شويه، اللي احنا قلنا عليه مشكله البوتاسيوم. فهو بيفتكر ان هو لو حرك الحصان بره في الارينا او حصله في البلوك بره خلاه يتحرك شويه ان هو هينشطه، لا هو بالعكس انت بتاذيه. فهو مش عارف ايه السبب بتاعه ان الحصان عنده مشكله في العضلات بتاعته. المشكله الاساسيه ان العلاج كان مثلا بطريقه خاطئه او مش متدخل عنده بمحاليل كويس او ما بيديلوش سورس خارجي، فبالتالي الحصان بيخش في ايه؟ بيخش في مرحله من الضعف في العضلات. فهو بيقول لك انا بساعده شويه ان انا بايه؟ بحسن له الباور او العضلات بتاعته فبطلعه بره في الايه؟ في البلوك. فهو يلاقي نفسه ايه؟ الحصان بيبدا طبعا الحصان واقف جوه بوكس ما بيتحركش بقى له فتره. لما تطلعه بره اكيد عاوز يجري. بس هتلاقيه يتحرك يوم واثنين وبعد كده لما يرجع البوكس تاني الحصان هينام مش هيقوم تاني. فبيساعده على ايه؟ انفصال الحافر السريع. لذلك احنا الموضوع دوت لازم يعني ايه؟ نبقى منتبهين بيه شويه. اتفضل. الحالات اللي بتبقى موجوده عندنا بتيجي فين؟ بتيجي قدام. لما بتتنقل الى الخلف دي طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا، بتبقى الاربع اطراف يا حمرة وبتاخد وقت طويل جدا في العلاج وبتبقى الموضوع صعب جدا يعني شويه. فلذلك لما بيجي قدام معظم الحالات بيجي قدام لانه ايه؟ خلاص لما بيجي قدام بيتنقل لورا. لذلك احنا في بعض الحالات لما بيجي ننبه عليها بنقول والله الحصان عنده ايه؟ حمرة قدام في اللامينايتس في الياده الاماميه. فبنقول لهم والله خلاص يبقى حط تلج مره او مرتين في الخلف كامان ان ما يحصلش فيها التهاب. وبالتالي احنا مثلا بندي كورس مثلا من الانتي انفلاماتوري اللي احنا بنقول عليه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، او بنقول عليه نون فينايل بوتازون او بيتا فينايل او اي حاجه من المشتقات اللي موجوده عندنا في السوق. طبعا المضادات الحيويه اللي احنا بنديها
اللي موجودة في مضادات حيوي كويسة جدا في السوق، ولكن في مضاد حيوي كنا حابين ننبه عليه خطير شوية اللي هو بيسميه ديكسا فينايل أفراد. آسف، ديكسا فينايل أفراد ده أنتي فينامتري اسمه. فهو في ديكسا فينايل أفراد ده أنتي فينامتري قوي جدا، ده قوي جدا، بس الخطورة بتاعته انه فيه ايه؟ انه فيه ديكسا. اي كورتيزون ممنوع يتاخد في حالات اللامينانتس لانه بيساعد الكورتيزون المناعة. الكورتيزون لما بيتاخد بينزلك بينزلك المناعة وبيظبط لك الامور كلها، ولكن وبيخلي الحصان بيبقى الحصان فريش، ولكن بتعمل لك مشكلة كبيرة انه بيساعد على زيادة الايه؟ سرعة انفصال اللامينية. فبالتالي انت الحالة بتتحسن عندك حالة مؤقتة، وبعد ما تتحسن بيحصل عندك المشكلة الكبيرة جدا، انت بتلاقي الحالة بتسوء بتنتكس بسرعة بدل ما انت تعمل. لذلك احنا عندنا لما بتيجي ندي الأدوية لازم نبقى حريصين عليها واحنا بنديها. الحاجة الثانية فيهم من الحاجات المهمة فيتامين سي. فيتامين سي غير ان هو مهم للمناعة، ان هو ليه وظيفة ثانية ان هو بيقوي جدار الأوعية الدموية. لذلك ده الحاجة الأساسية لما بنيجي ندي علاجات للامينايتس لازم نكتب معاه الفيتامين سي، لأن الفيتامين سي بيقوي جدار الأوعية الدموية. اتفضل. على الصورة. النيفرايتس ايه العلاقة ما بين النيفرايتس واللامينايتس؟ ازاي ده بيحصل؟ كويس. هو بيسأل على ايه علاقة اللامينايتس بالميترايتس، لأن الميترايتس هو التهاب الرحم. طيب شوف حاجة، احنا قلنا في بعض الأمراض زي التهاب الرحم ده بيبقى فيها ايه؟ فيها انفكشن. الانفكشن ده يعني عبارة عن ايه؟ يعني في ميكروب موجود، فالميكروب ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك شيء بكتيريا انفكشن، وبيزود ايه؟ خلايا ايه؟ المناعية، يعني بيعمل ايه؟ بيعمل التهاب. الالتهاب اللي موجود عندك دوت ممكن بايه؟ يمشي في الدم، فبيعمل لك حاجة اسمها ايه؟ البكتيريميا، وبنقول عليها سيبتسيميا. اللي احنا بنقول عليه الاماكن اللي هي بريديليكشن سيت او المكان المفضل للبكتيريا او الالتهاب بيروح فين؟ بيروح يستخبى في الاماكن اللي هي بنسميها مينيوت بلاد فيزلز، او اللي هي الايه؟ الاوعيه الدمويه الدقيقه الرفيعه. واكثر اماكن المينيوت بلاد فيزلز رفيعه خالص ودقيقه اللي هي موجوده فين؟ في الاطراف. فلذلك ده يعتبر كذلك في حالات الكوليك. الكوليك احنا بنقول مثلا لما بيرتفع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد لما بيرتفع بيموت بعض البكتيريا اللي موجوده عندنا في الامعاء، لان البكتيريا النافعه لما بتموت بتطلع ايه؟ بتطلع توكسينز. التوكسين ده بتمشي في الدم، لما بتمشي في الدم بتعمل لك حاجه اسمها ايه؟ وبرضه اللي هي الايه؟ التوكسيميا. لما بتمشي التوكسينز لما بترتفع في الدم بنقول عليها التوكسيميا. بعد كده بتمشي تروح فين؟ المينيوت بلاد فيزلز، فالمينيوت بلاد فيزلز يحصل فيها التهاب فتعمل لك مشكله ايه؟ مشكله الحمى اللي احنا بنقول عليها لامينايتس. في سؤال يقول لك الحنه شنو فوائدها وهل لها علاقه في علاج الحمى؟ ده اكيد بتاع ماراثون. لا، هو الحنه ما لهاش علاقه بالحمى، ولكن الحنه هي نوع من انواع الاعشاب الطبيه اللي بتستخدم ان هي تشيل الالتهابات، فلذلك بيستخدموها حوالين الايه؟ حوالين الاوتار او حوالين الايه؟ العظم من الركبه لحد تحت. فبس يعني لما يكون عندنا في مشكله في الاماكن دي كلها زي التهاب او حاجه فبيحط الحنه او حاجه. يعني زيها زي الخل او الحاجات زي كده، ان هي مثلا بتدهن على ظهر الحصان او حاجه فبتخلي ايه؟ الالتهاب يروح يعني. ننصح فيها يعني حق اللامينايتس ولا؟ لا، هي ملهاش علاقه باللامينايتس، ولكن احنا بننصح بيها كالطبيعه يعني النورمال بتاعنا. زي بالظبط زي المبرد الطبيعي اللي احنا بنعمله بتاعت اللي هو الريلاكس او اي نوع من انواع اللي هي الطفره اللي احنا بنحطها حوالين الايه؟ الاوتار. اتفضل. بعض الناس يا دكتور لما بتيجي حمره للخيول وكده بيقول لك الافضل ليها انها تسحب لها دم. تمام. يعني ده صحيح ولا مش صحيح؟ طيب، هو موضوع سحب الدم ده موضوع يعني ايه؟ لو اتكلمنا فيه علميا مفيش حاجة علميا اثبتت الكلام ده. الحاجة التانية ان في حالات كتيرة جدا بتتعالج بدون سحب الدم. الحاجة التالتة انه ملوش اي فايدة عند الناس، يعني لما تسأل حد تقول له ايه فايدة سحب الدم كفايدة علمية هو مش قادر يجاوب. هو
هو فقط بس ان هو شاف ان ده احنا بنشوف فيه دم اتشال، فبيقول لك انا بس بخف الضغط عن الايه عن الحاجه. لكن احنا قلنا لما شرحنا الحاله قلنا ان هو عباره عن ايه، التهاب موجود تحت، فالالتهاب ده نتيجه خلايا مناعيه موجوده ونتيجه توكسيميا او نتيجه بكتيريا موجوده السموم بتاعتها راحت للمكان ده. فطبعا بسطت لك الموضوع، لكن هو كدم ان انت بتسحبه ملوش اي فايده خالص. الحاجه الثانيه ان هو اي شيء يعني الحاجات دي غير مثبته علميا، يعني احنا بنتكلم كعلم في حاجه اسمها scientific based evidence او العلم القائم على الدليل، ان هي الناس بره ما فيش حاجه عندهم. بس هو في بعض المربيين بيستخدم ادويه مرشحه كتير، فدي بتزود نسبه الهيموجلوبين في الدم، فلما بيعملوا تحليل ده بيطلع الهيموجلوبين وصل 20. تمام. ده بيعملوا فصل دم، بيفصل دم عشان ده حل سريع عشان يبين لان الحصان هيتخنق ماشي شويه بيحصل له نزيف وكده، فهنا بيعملوا فصل دم على اساس ان هو ده هو مش اساس علمي فعلا زي ما حضرتك قلت كده، بس هو ده حل يعني ايمرجنسي كده بحيث ان هو بينزل. طب الصبح يا احمد انا بقول لك انا هكلمه، بس هو ما هو بعض الحالات اللي هي الحمراء الصبح يجي بيركز هنا في الهيموريدين اللي موجودين هنا بيركب عباره عن ادرا وبيطلع دم كتير جدا سريع بحيث ان هو ينزل الدم. لكن هو كاساس علمي المفروض ما يعملش كده الا ما يعمل تحليل دم، هو يعمل فحص دم الاول ويشوف نسبه هو ملوش اي اساس علمي خالص. موضوع اللي هو فحص يعني سحب الدم او الفصل اللي بيقولوا عليه ملوش اي اساس علمي. ولكن احنا للاسف ان في بعض الناس بتحس ان المربي نفسه يتعلق باي اشياء، لو ما فصلش دم يعني يقعد يتحرك. لانه ساعات بيبقى الهيموجلوبين عالي، الهيموجلوبين عالي فبيعمل فصل ده يعمل صوره دم فبيلاقي الهيموجلوبين عالي. فالناس المش اللي متخصصين بينصحوه بانه بالظبط يفصل دم. ايوه طيب الالتهابات اللي قاعد تصير بالحافظ هل تسبب التهابات؟ تحليل دم بس لو طيب بص حضرتك موضوع التجلطات او الكلوتنج اللي بتحصل في اللامينايتس دوت، هو دي كانت نظريه قديمه خالص، كانت نظريه قديمه. لو جينا اتكلمنا على الستيجز بتاعت اللامينايتس، في حاجه اسمها ديفلوبمنتال ستيج وفي حاجه اسمها اكيوت وفي حاجه اسمها كرونيك. الديفلوبمنتال ستيج او المرحله اللي بيحصل فيها اللامينايتس او الحمرة دي بتبدا لحد 24 ساعه قبل بدايه ظهور الاعراض. يعني انت شفت دلوقتي الاعراض على الحصان، اول عرض بيبان على الحصان ان بقى عنده لامينايتس حاجه اسمها بادلينج. يعني ايه بادلينج؟ انه بيقف الحصان بيبدل تبديل خفيف جدا يمين مع شمال. التبديل الخفيف دوت ما بيروح يمين وشمال، يعني بيخف الضغط على اليمين وبيخف الضغط على الشمال شويه فبيعمل بادلينج. اول عرض انت بتشوفه معناها ان في 24 ساعه قبل الاعراض دي كان حصلت اللامينايتس. ودي المرحله اللي بيتكون فيها دي ابو احمد انت قلت لي عليها اللي انت بتسال عليها بيتكون فيها الجلطات. اوكي بعد المرحله ديت ما بيحصلش جلطات، الجلطات بتروح معناها مسيل فلذلك الناس اللي بتستخدم مسيلات زي الهيبارين وحاجات زي كده لا علميا اثبتوا ان هي ما لهاش اي حاجه. مفيش غير الحاجه الوحيده اللي احنا بنستخدمها حاجه اللي هو اسمه ايزوكسوبرين او حاجه اسمها السيركيرون. دول او لو احنا بنسميه في البشر حاجه اسمها ترينتال. دول الحاجات الادويه اللي هي مصرح بيها ان هي تستخدم كوسيله ان هي في علاج الحمى، وهي طبعا لها حاجه ثانيه ان هي بتبقى لها يعني بتبقى لها اساس علمي ثاني في الموضوع الفازو كونستريكشن والفازو دايلاتيشن او انقباض وانفتاح الاوعيه الدمويه، لكن مالهاش اي علاقه بموضوع الجلطات. الجلطات بتتكون في اول 24 ساعه. طب وهل ممكن استعمل الادويه هذه كوقايه؟ بشكل دوري مره باسبوع مره بالشهر ثلاث ايام بالشهر هتعمل لك مشكله ثانيه في سيوله الدم. اوكي لكن انت حضرتك عاوز حاجه وقايه ممكن تستخدم حاجتين، التلج لو عندك دخول بتتدرب كتير، التلج والمبردات. المبردات سواء حضرتك قلت موضوع الحنه او الموضوع الثاني اللي هو موضوع الايه؟ الطفله او الريلاكس او اللي هي المبردات اللي بتستخدم اللي عامل زي البيست او العجينه. اتفضل. عندك سؤال. بالنسبه للتحاليل ممكن يستفاد منها لو ترتبت حاجات معينه نفصل للحمره فيها، لان احيانا بيجي المراجع جايب عينه الدم وما بيديش تفصيل غير بعد ما بيشوف الورقه. فهل مثلا لو رتبنا ارتفاع الدبليو سيز والتلفيز والفيز الهيموجلوبين مع اللاكتيك اسيد مع السيكيل،
هل ده ممكن او مع الحديد؟ هل ده انديكيشن ان في حمره او اشتباه ان هيبقى في حمره؟ هو دي هتبقى انديكيشن عندك ان في مشكله كبيره وهو مش عارف يتوصل لها ايه. ما دي نقطه مهمه. فانت حضرتك بتساله انت دلوقتي عندك تحليل دم في مشكله. ده بنسمع ان هو ماشي. انت في مشكله عندك حضرتك بيانات عندك من الدم من تحليل الدم. فبتساله تقول لك هتقول له التحليل عندك مش كويس. انت الحصان بتاعك فيه ما هو ما بيديش المعلومه من بعد ما بياخد القدوه كان معايا التحليل العينه شكلها بالطول بس انت بالنسبه لحضرتك في حاجات لازم تشوفها فيزيكال على الحاله نفسها بس انت بالظبط اللي انت حضرتك بتقول عليها بنسميها السيمتوماتيكا دي الاعراض اللي بتبقى باين عليها لكن انت حضرتك شفت تحليل دم عندك فيه مشكله مؤشر لحاجه فبتساله تقول له تحليل دم عندك فيه مشكله انت الحصان بتاعك ايه اللي انت شايفه فيه او ايه الاعراض ممكن يكون مثلا عنده خلايا المناعه تحت مرتفعه والحصان بيكح. خدت بالك عشان كده قلنا يعني الحاجات مع بعضيها يعني اللاكتيك اسيد مع السي كي ال مع النيتروفيل كل ده انديكيشن مع الحديد مع الهيموجلوبين يعني مؤشر ان في حاجه مشكله في العضلات عندك ما هو او مشكله في المفاصل كل دي انديكيشنز اللي حضرتك بتتكلم عليها يعني دي انديكيشنز انا مثلا اكون عندي حاله شفت الحاله ديت فيها مثلا لامينايتس انا بقول والله انا عاوز اشوف ايه المتغيرات اللي موجوده عندي روح اعمل لي تحليل ده حاجه ثانيه روح اعمل لي اكس راي هو خلي بالك هو يعني انت شفت ده معايا بياخد منك المعلومه بياخد من عندي معلومه ايوه وتبص ايه يعني بيحط المعلومتين قدام بعض يا بيجي يكلمك يا بيجي ما هو شوف حاجه انت حضرتك بتتكلم دلوقتي على مربي صاحب حصان بيحاول يلم معلومات من هنا ومن هنا وهو في النهايه اللي بيروح يعالج الحصان بتاعه بالطريقه بتاعته وزي ما قلنا ان هو بيفقد حياه الحصان بتاعه بيفقد همته فده هو اللي بيشيل في الاخر خالص ذنب الحصان. اما حضرتك كطبيب مثلا واقف في معمل او حاجه زي كده انت بتشوف تحليله وصل عندك بالطريقه دي كدورك تقول والله التحليل بتاعك فيه خطا. التحليل بتاعك فيه خطا في واحد اثنين ثلاثه وبترشده ان في عندك جفاف في عندك مثلا خلايا مناعيه في عندك حديد عالي حاول تشوف تراجع الطبيب. فهو رجح طبعا لان هو في النهايه زي ما احنا قلنا التحديات ان هي خطوره الحاله بتبقى بناء على صاحب الحصان نفسه. التاني الحاجه الثانيه بيجي والله يقول والله انت عندك درجه الارتفاع في الصباع فيها مشكله. فتبقى الحاجات دي كلها تبقى انديكيشن انت كمعمل بترشده ليها. في سؤال؟ اتفضل. قول يا خلص الكلام في خصوص العلف. اتفضل. خصوص العلف بالنسبه للحصان كم كيلو وعلى حسب الوزن؟ تمام ممكن على الحلقة نقول عندنا في الوقت الحالي نعمل ايه؟ وزن الحصان كم كيلو ليه؟ طيب اسئله طيب انت بتتكلم دلوقتي على الحاله الطبيعيه الحاله الطبيعيه انت عندك مثلا حصان بياكل قد ايه؟ مثلا هنقول هديها لك بالايه تقريبيه المفترض ان انت عندك مثلا الهي بياكل من 4 ل 6 كيلو اللي هو الرودس او الاعشاب من 4 ل 6 كيلو بعد كده عندك اللي هو الايه؟ اللي هو المركزات او اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الاعلاف وكل انواعها سواء البريدير، ماينز، كابالو، اي نوع. الحصان بياكل فيه تقريبا من وجبتين الى 3 وجبات في اليوم. كل وجبه لا تقل عن كيلو ونص الى 2 كيلو. ده بالنسبه انا بكلمك على الخيول اللي هي بتشتغل او الخيول اللي هي ايه بتطلع. طيب في ممكن ناس بتزود شويه بتخليها توصلها لحد 2 كيلو ونص على حسب ايه؟ الحصان. طيب الاعلاف مثلا هنيجي على مثال اللي انت ضربت مثال اللي هو بتاع الايفر داي احنا مثلا هنقول 3 مرات في اليوم مثلا او مرتين في اليوم احنا في الصيف هياكل قد ايه؟ افضل ياكل مرتين كيلو ونص وكيلو ونص تمام؟ في بعض الخيول ثانيه كبيره شويه او احجامها كبيره ياكل 2 كيلو و2 كيلو طيب وهيبقى عنده كام 3 مرات رودس في اليوم يبقى هي كانه بياكل 5 وجبات فده الشغل الايديال لاي حصان ان هو بياكل 5 وجبات في اليوم 3 رودس واثنين ايه؟ واثنين اللي هو العلف اللي هو ايه؟ زي اللي عندنا الايفر دي او اي علف تاني. انا مش بتكلم على الوزن. وزن الحصان العربي او الحصان العربي. الوزن كام؟ فيه كام برضه؟ انت بتحسبها 1% من الوزن بتاعه. كام؟ انا بقول لك 1% من الوزن بتاعه انا عندك الحصان 500 كيلو 1% يبقى 5 كيلو. في اليوم 5 كيلو في اليوم يعني كانه بياكل كام؟ 2 كيلو 2 كيلو او 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص اللي هو الحصان اللي ايه؟ الحجم كبير طيب لو الحصان عندك حجمه ايه؟ متوسط 4 كيلو ب 2 كيلو 2 كيلو اقل شويه لان احنا بنسميها حاجه اسمها لايت بريد او هيفي بريد
اللي هي الاوزان اللي كل العربيه صغيرين فبنديله مثلا 4 كيلو خصوصا في الصيف بنخاف ان احنا نديله علف كتير فكل 1 كيلو ونص كيلو ونص او 2 كيلو 2 كيلو تمام بالنسبه للشتاء البروتين اعلى من 10% بالنسبه للبروتين في الشتاء انت محتاج طاقه بالظبط في الشتاء انت محتاج طاقه وبعد كده موسم السباقات بيبدا عندك فين في الشتاء فبتحب انت لازم تضيف ممكن توصل لحد 12% بروتين او 14% بروتين وممكن تضيف معاه علاف تانية في علاف كمان في السوق غير العلاف اللي بتبقى 10% ممكن تضيف علاف تاني معاه 14% وفي زيوت زي مثلا احنا بتوع الماراثون بيحتاجوا زيوت مثلا بتوع زي بتوع جامب مثلا في خيول تانية بتحتاج باور انا السبب بتكلم على الخيل الواقف الخيل الواقف يبقى 2 كيلو و2 كيلو جيت في الشتاء ممكن توصل ل 3 كيلو و3 كيلو يزيد نسبه كميه العلف تزيد كميه العلف بروتين يزيد يوصل 16% في مشكله الحصان واقف ولا شغال لا واقف مش شغال خلاص يبقى ما تزيدلوش يبقى كده كويس عليه يعني اوكي 10% كويس عليه نسبه البروتين 10% حلو جدا عليه الخيول اللي هي بنسميها علف بارد او خيول واقف عليه لكن لو الحصان بدا يشتغل لا ممكن بتعلي له نسبه البروتين شويه توصل لحد 12% ممكن لحد توصل 14% هل العلف البروتين 16% من المركزات اللي الناس بتاخدها منها الاغنام دي ممكن مركزات تسبب حمره في الخيل؟ طبعا طبعا لان هو المشكله عنده بتبقى في الاعلاف الناس بتستخدمها مثلا بيروح يستخدم علف بتاع مثلا اغنام اغنام او عقار وبيستخدمه لحاجه ثانيه ده نسبه البروتين بتبقى فيه عاليه الحاجه الثانيه ان طريقه العلف مصنعه ان هي مثلا بتتنقع في ميه او بتخش في الامعاء دي معده الحصان غير معده الحيوانات المحترمه خالص ده حاجه وده حاجه خالص فبالتالي في بعض الاصطادات كتيره جدا هو بيبقى عايش في يعني بياكل من نوعيه العلف ديت بتاعت الاغنام او الابقار ومرتاح عليها فتره بس هو بيتصدم لما بيلاقي الاسطبل عنده كله حصل فيه مشكله كوليك او مثلا حصلت حمى بيفاجئ اول ما يفاجئ يقول لك هي دي المشكله ظهرت عندي فلا خلاص انا هبدا اغير العلف الموضوع ده حصل كتير جدا سواء هنا او في مصر او في يعني في بس يمكن هنا عشان عارف ان معظم الناس اللي بتستخدمه ففي اسطبلات كبيره جدا يعني لما الحالات توصل معاه ان هي بيحصل فيها مغص او حمره اسطبل كامل لا بيبدا يقول هنا في مشكله والدكتور لو سمحت تعالى شوف لي ايه المشكله اللي عندي انا عاوز اغير وطريقه التغيير للعلاف ازاي بالنسبه للعلاف المولده يا دكتور بتاثر على مفاصل الخيل العلاف ايه اللي هي بتتبل ايوه بيبقى مجموع في الميه بتأثر على مفاصل الخيل ولا ما بتأثرش؟ هي مشكلتها ان فيها نسبه الفوسفور عالي ونسبه الكالسيوم قليل جدا لان الاعلاف الانسيه بتبقى فيها شوار عالي كتير قوي فلما بيديها بتسحب كل بتعمل لك حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس ريشيو بالانس الكالسيوم دلوقتي الفوسفورس كله عالي والكالسيوم قليل فبتلاقي عندك الامهار الصغيره عندها مشكله ابطال لان العظم طالع مش قوي الحاجه الثانيه بتبقى بتظهر عندك مثلا في الامهات مشكله الاجنه مشكله اثناء الولاده مفيش قوه مفيش باور ان هي تولد كويس لان الكالسيوم موجود الكالسيوم مهم لحاجتين غير العضلات والعظم مهم كمان حركه الامعاء اتفضل بس تمام هل في اكل خاص؟ ليه؟ في اكل خاص؟ لمين؟ حق الخيل المحمولة؟ الاكل الخاص اللي احنا قلنا عليه لازم تختار الاكل بتاعك يكون اقل 10% من تحت ما يكونش فيه حديد البروتين بتاعه منخفض الفايبر بتاعه عالي عفوا اتفضل هنحط ثلج او مبرد او حنه تمام مش كده يا حبيبي اول ما الحاله تظهر عندي ممكن بحط الثلج زي ما انا عاوز يعني تبقى مفتوحه ممكن ساعات كبيره في اليوم لان انا في التهاب شديد موجود جوه الحافه وانا عاوز اقضى على الالتهاب اللي موجود دوت اقضى عليه فالالتهاب الشديد اللي موجود ده انا بقضى عليه ان انا بحط ايه تلج او المبرد ده بساعات كبيره جدا لما بتبدا تتحسن الحاله معايا تدريجيا ممكن اوصل لتبقى ايه ساعه او ساعتين في اليوم بس انا اهم حاجه في الاول خالص لازم اقضى على الالتهاب الشديد الحنه دي بس بيستخدموها كانت تتحط على الاوتار على اساس ان هي تشيل بس التهابات الاوتار لكن غير كده لا احنا لما بنيجي نعمل التلج بنعمل باك كبير بتبقى من تحت من الحافه لحد الركبه بحيث ان هو ياخد معايا الاوتار والعظم والحافه والمنطقه دي كلها. تمام؟ طيب شكرا جدا على الوقت بتاعكم.